هل يلد الجان أم يبيض لكي ينجب النسل والذرية مثل غيره من الكائنات؟ وأين عرش ملك الجان الذي يحكمه؟ الإنس والملائكة والجان معروف أن لكل خلق منهم طبيعته وتكوينه الخاص من حيث التكوين وطبيعة الحياة، لكن يبقى الأخير محيراً. خلق يرانا من دون أن نرى، ينتشر وينجب في جميع أنحاء الأرض. يظن الإنسان بحسن نية أنه يعيش في بيته وشوارعه وأحيائه منفرداً، لكن الحقيقة أن الإنسان مهما بلغ من قدرات ومهما تحصل الإنسان على مكانه، لن يكون له سيطرة على ما يحيط به من مواقع خالية حتى في بيته. ليس للإنسان من موقع سكنه إلا المساحة التي يعيش فيها، لكن المساحات الفارغة المتبقية فيعيش فيها مخلوق آخر لا يخطر ببال أحد أنه يوجد فيها. لن يسمع السكان صوتاً لهذا المخلوق الخفي، إنه الجان. يوجد حتى في مواقع السكن. قد تتخيل أن المساحات الخالية في بيتك لا أحد يعيش فيها، لكنه يتخذها سكناً حتى وإن لم يشعر به سكان المنازل من البشر أو يتضررون منه. لكن الجان برغم هيئته تلك لا تتاح له فتح أبواب مغلقة، ومن وقت إلى آخر يثار الجدل بشأن الجان الموجود من حولنا. فهل ينجب ذلك الكائن مثل ما ينجب البشر؟ وما طبيعة إنجابه هذا؟ فهل يلد مثل أغلب الأحياء أم يبيض مثل الطيور؟ جدل يثار بين آراء متعددة حول إنجاب الجان. البعض يعتبرونه أن يكون عن طريق البيض والتفريخ، ويستندون في ذلك إلى أن للجان ذرية مثل البشر بحسب روايات وردت في النصوص المقدسة. وقيل بأن إنجاب الجان الأول بدأ بخروج 5 بيضات منه، وبعد ذلك بدأ الجان في إخراج 10 بيضات، ويخرج من كل بيضة منها 70 من ذكور الجان وإناثهم. يتوزع الجان الخارجون من البيض بعد ذلك في الأرض، ولكل منهم مهمة، فمنهم الذي يقوم بنشر الغضب بين أصحاب الأزمات، ومنهم الجان المكلف بالأسواق، ومنهم القائم على التفريق بين شركاء الحياة، وهو عند كبير الجان أفضلهم وأقربهم وأعلاهم. هم يتجولون في أي منطقة أرادوا، يفعلون ما يحلو لهم، يختارون أفضل القصور والأبنية، وحينما تأتي ساعة الرحيل فهم مخلوقات عادية يسري عليهم ما يسري على سائر الخلق. وتتعدد أسباب رحيل الجان مثله مثل الإنسان، فمن الجان من يرحل متأثراً بالشهب الثاقبة التي يتعرضون لها، ومن الجان من يرحل عن دنياه متأثراً بأزمات صحية، والعديد من الأسباب الأخرى. لكنهم لا يتم دفنهم لأن أجسامهم ليست كأجسام البشر. وإذا كان هؤلاء الجان بذلك الانتشار، فأين مركز حكمهم؟ على البحر. هذا موقع ملكهم، حيث يضع عرشه على البحر وينشر جنوده من الجان إلى الشمال والجنوب. وبرغم هالة الخوف التي تسيطر على الجميع بشأن الجان، إلا أن كثيراً من العلماء لا يعطون اهتماماً لتلك التفاصيل، ويرون أن الأولى منها الاهتمام بالعلم. فهل ترى أن الخائفين من الجان لهم مبرراتهم في ذلك؟